خير؟ شو بكون مطموزين؟ ليش شاري جرايد؟ لك حقك المال معنا لنتسممه. تشتري جرايد مش هالكلمات المتبطخة؟ لك هي الجريدة بوزعوها ببلاش بعدين ما فيها كلمات متبطخة، هي مشان الإعلانات بس. إعلانات شو؟ واحد بده يبيع، بده يشتري، بده يشتغل، بده يتوظف، بده يتجوز. في عن جواز؟ هات لشو؟ فوت. عال معناتها بندور فيه على شغل. ايوه ما بدي حدا بهالبيت يقعد بطال. نعم. عندك شي مشوار؟ ليش عم تسألين؟ لأنه بعرفك ما بتلبس الطقم إلا وقت اللي بدك تروح عند مهانة تدفع لأجار البيت. شو قصدي؟ إيه شو مفكرني غشيمة؟ أنا بعرف إنك حاطط عينك على مهانة. ولو يا ملال ورحمة تراب أمي، قلت لك ما تجيب لي مرت أب على هالدار وفي جورج برأت عمده. إيه بس أنا مو فارقة معي، يعني أنا معك صغيرة، يعني إذا بدك تتجوزها معلش تجوزها. هو بيني وبينك يعني أم هاني عم تتحرور وقلبها عم يدق ويقول حق بق، بس أنا ماني مستعجل. ليش مانك مستعجل؟ لأنه أم هاني بدها تستغل الموضوع وتجبرني جوزك لهاني، بقى أنا مشان هيك قلت ليجي نصيبك، ماني مستعجل. بس أنا عم قلك مو فارقة معي، يعني إذا بدك تجوزني لهاني جوزني معلش، يعني إذا كان هذا اللي معوقك. لا شو مجنون انت بلك مناول؟ اتجوزها لواحد مثل هاني اجدار، انت ما بيلبق لك يا مهندس، قد الدنيا فاتت، يا دكتور بيسوى تقلو دهو، كمان فاتت. انا دكتور واني مهندس بابا، من حارتنا كل 10 12 سنه ليمرق مهندس، وما بيمرق الا مشان يفتح طريق او يهد له شيء مخالفه. بجوز من ورا فتحه هالطريق تطلعي بوجهه وتكوني من نصيبه، شو علاوي؟ باين. هلا المهم شلنا من هالموضوع، انت ليش عم تطقم؟ رايح على الشغل. بدك تروح تنكش بزباله انت لابس طقم؟ لا بس بدي ورجيها لبوران الاناقه تبع ابوك. وبدك تشذب لها شواربك كمان؟ لا انا نادر نادر ما بلق شواربي الا بليله عرسك، بس بدي افرق شعراتي بالنص. زهرة؟ نعم. بتعرفي تغذي ابنك؟ عملت دوره واعطوني شهاده. ومو ضروري اذا معك شهاده تكوني بتعرفي. اميت بني ادم دعوا لايدي بالكسر على كتر ما غذيت، شلون بقى ما بعرف؟ زهرة إلهي وسيدي مولاي يبعث لك واحد ابن حلال يكون فاعل خير وتكون دعوي مستجابة يا حق. دفك الروماتيزم إن شاء الله خلصت. هاي رقم التليفون طالبين ممرقة خاصة. خير اتصلي. هتصلي وأنا؟ أنتي تشتغلين مشغل خياطة؟ لك بشتغل شو ما كان، المهم أمن حق المحامي لشفيك. أوكي هاي رقم التليفون. تعال في مشغل خياطة بحراستا طالبين عاملة، بس في مشكلة. شو هي؟ بدهم اياها ذات مظهر حسن. ايه اتصلي بعد اماني قوموا تبكوا. انت الا مديح. ما هو انا المقايضة فين لك؟ ديماس وجوزيف. شو مديح؟ اجينا وظيفة؟ عم دور لك. شو صار معاه؟ دبرت له شغل لابو طمزين. على ما يبدو كلهم بدهم نسوان. يعني مو طالبين رجال؟ رجال نازلين تحت خانة يطلب عمل. يعني ما في امل ابنه؟ ما بعرف صرت بالجريدة باخره مو بقيان غير السطرين وعم يكرروا حاله، ما بدهم رجال. ونافعة حضرتك تحت باطك للجريدة، قال عاجبته يعني قال، ايه روح تضرب انت والجريدة. شو جايبة من بيت ابي؟ بكفي، هي دبرنا زهرة وغادة، ولا بدك الكل من اول ضرب يزبطوه؟ من بكرة الصبح انت وياه كل واحد بينتع كيس وبيطلع لوين؟ وين عم يروح ابو منال؟ بتروح ورا. بدك يعني اشتغل بزبالة؟ ليش شبه زبالة؟ نص خيرات البلد بزبالة. ليك ابو منال عم يقص دهب. ابو منال من صغره بزبالة متعود، بس انا ما بقدر العالم تحكي، ولا بدك يعني تعمليني فضيحة بالحارة؟ لك ما بتنفضح انت ولا شيء، اللي بده يفضحك بقص له لسانه. لك نص اهل البلد متعايشين على الزباله، ما حدا بيحكي. ما بدي لانه انا كان جدي قائم مقام وانت نائم منام. هلا مو كل ما دق الكوز بالجره تركب لي وتنط لي على عظام جدك. ما بسمح لك تحكي عن جدي هيك منوبها. كان والي دمشق ما يتصرف اي تصرف بدون ما يستشير جدي. مشان هيك حبيبي تخلفنا 400 سنه لورا من ورا جدك. جدي مو متخلي، كان نازل اسمه بكتاب الاعلام شيء الدوله العثمانيه. فديه انا ارجيتك يا بالكتاب ولا لا؟ فرجيتني، بس يعني لو مو نازل اسمه بالكتاب كان احسن. ليش؟
يعني ما فينا بدون حسد. حسد على شو؟ ما اسم جدك كان نازل بالخانة السوداء من جماعة قطيب التقارير والدس على الناس. افشرت! أنا جدي لا كان بيعرف يقرأ ولا يكتب، فمنين بده يكتب تقارير؟ شوفها هي، ضروري يعني يكون بالخط الرقعي. لا خلصنا بقى، فوت أنت ويا الرجال مات، الله يرحمه. فهمي، اذكروا محاسن موتاكم. ما قلنا شيء، بس يعني أنت مو ضروري كل ما دق الكوز بالجرة تعمل لي إياه لجدك مفتاح الباب العالي. شو فيها؟ أنا أبو طمزة على سن ورمح، أنا ما بشتغل بالزبالة. تعا بديع، اتركني أنا وأبو طمزة، في موضوع بدنا نحكي مع بعض أحيط. إيه بس يعني لا تخلوا أصواتكم تطلع لبرا، ما بدنا فضايح. ولا شو الفضايح؟ شو عم نتخانق نحنا؟ لا بس أنا ما عم جيب شيء من عندي. كل ما أترككم لحالكم، لحالكم ها؟ ما بيطلع منكم غير أصواتكم، لذلك بتجمعوا أهل الحارة. الله يكسر بخاطرك انت وامك. ايه بس بقى بدي اطلع لبرا، ابو طمزه رجال البيت وعموده، بدي احكي انا وياه كلمتين. احيط بقى كلمته عني، ما بتصير تنتين. انا خاطرك عموده. روح. ابن عمي تعا تعا. هلا انا وياك على ايش كنا متفقين؟ نحل مشاكلنا بالاقناع. مزبوط. يعني حضرتك اذا انت ما اقتنعت بالحكي تقنعيني بتصير معي. انا خلصت حكي. كيس ايش اخذ معي؟ جمتاس ولا بلاستيك؟ اللي بدك يا ابن عمي. اللي بتفصله انا بلبسه. مرت عميه. شو مش الحال؟ رجال عمره 90 سنه ولاده مستعدين يدفعوا لي 10000 ليره بالشهر لانه مفاضني امه فيه. وانت مشغل خياطه؟ عال كل وحده منكم بس تستلم دفعه بتجيب لي فيها جاجه. بدي بيع بيض. ليش بدك تربي الجاجه؟ رح اقول لك وين. هون كان على الخط وكان بالنيه عشان ولد شاطر. انت وياه ولا كم مره قلتلك لا تلعب بالطابه هون؟ تعال هون لشوف. قرب له، قرب يبليك بقتلك. قرب لشوف. تعال كم مره قلتلكم لا تلعبوا بالطابه؟ ابو مو انا اللي شطه. مين اللي شاطه لك؟ ابتشط لي اياها عشان شقل لي اياها. عشان شقل لك اياها؟ شقل الطابه هلا شقل لك اياها. ولا ليش مالكم بالمدرسه؟ ارخي ايدك لشوف. ليش مالكم بالمدرسه؟ خلونا عشان نشتغل. عشان ما؟ وليش مالكم عم تشتغلوا؟ ما حدا عم يشغلنا. ما حدا عم يشغلكم. كم واحد انتوا؟ لا ستة. بكره بتجوا كلياتكم لعندي. ماشي. جاهز استقبال الجاجات. بيسع صار منيح. انت جيبي قد ما بدك وهن بيدبروا حالهم. سمرن بسمرنا. شو ها؟ شوفت عينك انجاج. بدكم تربوا بالدار جاج؟ بدنا نترزق عمي. ايوه بس كان لازم تشاوروني بالاول. ليش بعدي؟ عم نقرب على المياه الاقليميه شيتاك. لا بس بكره اذا جبتوا ديك بده يصير يصيح من الصبح بيفيقنا. هلا 20 بياع مازوت بيبرقوا من تحت شباكك شيط الطويطه، و20 بياع غاز بدقوا على الحديد، و20 بياع ميه فيجه وخلافه وخلافه وكلهم على الطرطيرات. ما زعجك غير ديكنا. بعدين نحن ما لنا حنجيب ديك. وليش ما رح نجيب؟ الديك ما بيبيض، شو بدنا فيه؟ ما بيصير نكون اللهم نفسي وبس. الجاجة مو مخلوق بدها ديك الجاجة. كنا يعني بدون عواطف ما بيمشي الحال. الجاجات بحاجة لديك. بعدين أحسن إذا في ديك. لك مو أحسن، لازم يكون في ديك. بتصير كل جاجة تفرجي إنها بياضة شكل أكثر من الثانية. بياضة أبو طمزي بياضة. إذا ما في ديك ما بتفرق معهم. عين الطقني. ايه ما في ديك. شو بدي اسوي؟ بوران
ما بتحطوا لنا كلام دجاجي معكم؟ بتصير معنا شريف؟ لا ايش لا، الشغله صايره وصايره، يعني شو علاوي؟ ايش علاوي؟ موافقين مو موافقين ابو طمزه؟ لكان موافقين؟ موافقين نحن، شفت؟